مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومجلس عمل مكناس المنتدى الرابع للمجتمع المدني التشاركي تحت شعار التشاور الترابي آلية لتعزيز الحكامة المحلية وتعزيز الديمقراطية التشاركية. هذا المنتدى اللي كيهدف إلى يعني تبادل الخبرات والمبادرات والخبرات والمبادرات والتجارب حول الآليات ديال الحوار والتشاور اللي نص عليه الدستور المملكة المغربية واللي كيهدف إلى دعم مشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام. هذا المنتدى هذا اللي كيعرف مشاركة واحد المجموعة ديال الفعاليات منهم ممثلين ديال المؤسسات الحكومية كوزارة الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، كذلك أساتذة باحثين في القانون العام، كذلك منتخبين وهيئات استشارية ومجتمع مدني. بالإضافة إلى هذا فكان المنتدى كيعرف يعني تنزيل النسخة الرابعة ديالو، وقبل ذلك كان الفضاء الجمعوي نزل ثلاث نسخ ديال المنتديات، المنتدى الأول للمجتمع المدني التشاركي، كذلك الثاني والثالث اللي كان خلال ثلاث سنوات السابقة، واللي عرف يعني مشاركة ديال مجموعة من الفعاليات اللي كانت يعني كتحاول أنها تبادل الخبرات والتجارب، وكانت كتهدف إلى إثارة يعني مجموعة من المواضيع اللي كتهم قضايا الشأن العام. بالنسبة لهذه الدورة هذه فاخترنا لها هذا الموضوع هذا اللي كيندرج في إطار يعني مشروع تعزيز التشاور الترابي اللي كينفضوا الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومجلس عامة مكناس وبدعم من صندوق الوطني الديمقراطية ند، واللي كيهدف إلى تعزيز يعني أدوار ديال الهيئات الاستشارية وكذلك المجتمع المدني في يعني إطارة وتدبير الشأن العام. وهذا المنتدى كيندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع واللي أسبقه كان يعني تعزيز يعني القدرات ديال الهيئات الاستشارية والمنتخبين وفعالية المجتمع المدني، وكذلك يعني اللقاءات التشاورية الميدانية اللي كانت في خمس جامعات ترابية اللي استهدفناها، اللي هي جامعة سيدي سليمان ملكيفان، جامعة مجات، جامعة واد جديدة، وجامعة شرقاوة والدخيصة. هذا يعني المشروع اللي العمر ديالو سنتين اللي غادي يعرف وراء هذه المرحلة تنفيذ مرحلتين أخريتين اللي هما صياغة واحد الدليل يعني خاص بالتشاور الترابي واللي كتعمل عليه كذلك الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وكذلك غادي يتساغوا واحد خمس كبسولات تعريفية للجامعات الترابية العمل ديالهم يعني الآفاق ديال العمل المشترك مع المنتخبين وكذلك فعالية المجتمع المدني والهيئات الاستشارية. أهمية هذا اللقاء تكمن في نوعية المشاركين فيه، فهو يجمع بين ممارسين في الميدان يعني فعاليات المجتمع المدني وبين الفاعلين الرسميين يعني القطاع الوزاري المهتم بالمشاركة المواطنة اللي هو الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وكذا المؤسسة الجامعية التي تمثلها جامعة مولاي إسماعيل في شخص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس. إذن فهي تجمع بين ممارسين ووزارة وصية وأكاديميين أو جامعيين، بالتالي فهي تجسد هذا النوع من الشراكة والتعاون بين أطراف أساسية معنية بالتشاور الترابي باعتباره آلية من الآليات الأساسية للمشاركة المواطنة، باعتباره أيضا آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، وهي ديمقراطية مكملة للديمقراطية التمثيلية والتي تسمح بمشاركة المجتمع المدني ليس فقط على مستوى جمعيات المجتمع المدني، وإنما المشاركة المواطنة التي تتيح للمجتمع المدني بمختلف أطيافه بما فيه الأشخاص
الطبيعيين أو الذاتيين، خاصة في سياق يتميز بانفتاح على هذه المشاركة الرقمية بالخصوص من خلال البوابات التي فتحتها القطاعات الوزارية المختلفة لإتاحة المجال لمختلف المواطنات والمواطنين من أجل الإسهام والمشاركة الفاعلة في عملية اتخاذ القرار. تعرف أهمية هذا اللقاء، وخاصة الدور والوظيفة الأساسية التي قام بها الفضاء الجمعوي للمجتمع المدني التشاركي داخل هذه الجهة، جهة فاس مكناس، تكمن في أنه كان بمبادرة من هذا الفضاء، ولكن بشراكة مع أطراف أخرى أساسية في العملية، اللي هي القطاع الوزاري المعني والفضاء الجامعي الممثل في مشاركة فاعلة للأساتذة الباحثين في إغناء النقاش حول المشاركة المواطنة وحول التشاور الترابي. في إطار انفتاح الجامعة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على محيطها السوسيو-اقتصادي، وإيمانا من شعبة القانون العام بضرورة المزاوجة بين ما هو نظري وما هو تطبيقي ميداني على محك الممارسة، ارتأت الشعبة أن تقوم بهذا النشاط بشراكة بطبيعة الحال مع الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية ومجلس العمالة. ومما لا شك فيه أن هذا اللقاء سيشكل دفعة نوعية من خلال إبراز مختلف الإنجازات التي تحقق على الصعيد المحلي في إطار الديمقراطية التشاركية وتنزيل آلية الديمقراطية التشاركية على الصعيد الترابي والمحلي، وأيضا الوقوف على الإكراهات التي تواجه العمل التشاركي على المستوى الميداني، وأيضا استشراف بعض التوصيات والمقترحات والتي من خلالها سنقوم بتجويد العمل التشاركي على الصعيد المحلي ولما لا الوطني، حتى يكون استفادة عامة على الصعيد الوطني، وأيضا من أجل تنزيل سليم للمقتضيات الدستورية والقانونية في هذا المجال. لابد من تذكير بأن جلالة الملك يؤكد في الخطب الملكية السامية، ونحن نعلم أن الخطب الملكية السامية هي موجهة ومحددة وحاسمة في مجال تنزيل السياسة العامة للدولة وأيضا السياسة العمومية للدولة. بالنسبة لهذه الورشات لا يمكن إلا أن تكون محفزا للجماعات الترابية من أجل المزاوجة ما بين ما هو نظري وما هو تطبيقي، والوقوف على الإكراهات يسمى في مجال السياسة العمومية الترابية بالتقييم، وهو التقويم أو التقييم المواكب لآلية الديمقراطية التشاركية من جهة أخرى. الآن المغرب منذ دستور 2011 ومنذ أن تطرقت القوانين التنظيمية لآلية الملتمسات والعرائض، نحن نعلم أن الوزارة مشكورة قامت بإعادة النظر في هذه الآليات وخصوصا من الزاوية الإجرائية لهذه الآليات. لذلك ورشات من هذا النوع سوف تقف على مختلف الإكراهات التي تواجه المجتمع المدني في تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية عن طريق الملتمسات والعرائض من جهة، وأيضا لا يمكن إلا أن تكون دافعا من أجل تقويم إن شئتم الاعوجاج الذي يشوب الإجراءات المواكبة لآليات التشارك للمجتمع المدني على المستوى الواقعي. لا يمكن أن ننكر بأي حال من الأحوال على أن الآن ما نعيشه اليوم وهذه الطفرة النوعية التي يعيشها المجتمع المدني أصبح فاعلا مركزيا من منطلق دستوري بطبيعة الحال، وأيضا تم تقعيده على مستوى القوانين التنظيمية للجماعة الترابية، والتي أعطت أو وفرت أو يعني خصصت حيزا كبيرا ل يعني المجتمع المدني للعب أدوار كما قلت طلائعية على مستوى التعريف بالسياسة العمومية والانخراط بطبيعة الحال، وتأهيل يعني الساكنة، وتأهيل يعني الجمعيات المنضوية تحت يعني المجتمع المدني
في بطبيعة الحال التعريف بمجمل الحاجيات والانخراط بطبيعة الحال في جل الاستراتيجيات المعمول بها على المستوى الترابي التي تشكل سندا ومنطلقا أساسيا لتحقيق التنمية العامة والتنمية الترابية على وجه الخصوص. يمكن أن نقر على أن يعني المجتمع المدني في بدايته كان هناك يعني جهود مبذولة من لدن الفاعل الدستوري والمقرر الدستوري من أجل إعطاء أولا الإطار وتوفير الإطار القانوني والذي تحقق بمقتضى دستور 2011، إضافة إلى بطبيعة الحال يعني ما يسمى بما يمكن أن نصطلح عليه بالالتزام الدؤوب للمشرع المغربي، حيث استصدر قوانين الجماعة الترابية بطبيعة الحال القوانين التنظيمية، شكل الإطار القانوني بدون أدنى شك إطارا أساسيا لمحاولة تعبئة ويعني ترتيب جهود فاعل آخر، فاعل لا أقول فاعل غير رسمي لكنه فاعل أساسي وهو فاعل المجتمع المدني الذي أصبح يلعب دورا أساسيا على مستوى التشاور. إذن بالإكراهات أنها إكراهات بداية ضرورة الانفتاح، كان دائما المجتمع المدني يعني يشتغل في معزل عن يعني المؤسسات وفي معزل عن يعني في غياب أقول آليات للتشاور، وأصبحت يعني انتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية يعني التشاركية أصبح يفرض على المجتمع المدني الانفتاح الجامعة، وهذا اللقاء يندرج في هذا الإطار بما يمكن أن يضمن انفتاح الجامعة على المجتمع المدني وتبادل الخبرات بطبيعة الحال وإسهام السادة الأساتذة، خاصة نتحدث هنا عن شعبة القانون العام، في بطبيعة الحال إغناء تجربة الفاعلين على المستوى الجمعوي والتعريف بخصوصية المجتمع المدني وإسهامه أيضا على مستويات متعددة تسهم في تقعيد التنمية الترابية التي تشكل الهدف الأسمى على مستويات بطبيعة الحال أفقية وعمودية.